كتبت ماشي بهذا بهذه الدعايه يعني كتبت الثقه، لا هو قبط واحد مجموعه وحطها ماشي لانني هو على حسب ما قالوا له هذوك سميتو اختاروا ناس في شي مواصفات محدوده معلومه وقبطهم ماشي غير هنا، قبطوا بزاف ديال الضباط، قبطوا حنا كمجموعه شي مشى لها لصفرو ملحقه ديال مدرسه هرمومو هي صفرو وشي بقى ماشي لكن ماشي زعما لانني كان عندي شي حاجه خرق العاده وقبطوني، لا كنت انا ايها الناس مع الضباط والسلام هادشي اللي كاين هما ارتكزوا على شي مواصفات معينه وتقبطنا تما هذا الشيء اللي كاين. مدرسه اهرمومو مش غتمثل يعني كان اول مره احنا الشهره ديال عبابو كانت سابقه على صعيد الجيش كامل، وكل شيء كي كيشوف في عبابو ضابط اللي غادي يقبط اما وزير الدفاع واما الماجور العام ديال القوات المسلحه. علاش؟ لان فيه واحد ضابط كانوا كيعيطوا له وحده لو بوتي نابوليون، نابوليون بونابارت كيعيطوا له لو بوتي نابوليون، كان ديك القصر ديال القامه ديالو ديك الذكاء، كان عنده واحد الذكاء لماع ومكون وواحد الشجاعه يعني كان عنده واحد الشجاعه خرافيه يعني لا يتهيب من احد، وكان مقدام وكان عنده واحد الهيبه، وكان الانضباط العسكري ما معاهش اللعب وما كيظلم حد، ولكن اللي طاح بين يدو كيطحنوا كانوا واضحين، وما عمره ظلم شي واحد ولا تجنى على شي واحد، ولكن في اطار الانضباط العسكري كان عباره عن ضابط الماني التروازيام رايش ما كاينش دخل جيش اه كاينش اللعب، ولكن لا يظلم احدا، كان كيقوم تكوين، كان عنده مقدس للبناء ديال المدرسه مقدسه، بحيث انه كان الورش ديال البنايه ديال هرمومو ما كيحبش 24 ساعه على 24 ساعه، كان كيجيب واحد الكبانيه كتخدم اربعة السوايع وتمشي ترتاح ويجي كبانيه اخرى وكذلك، والعمل كيدوم 24 ساعه على 24 ساعه، بحيث ان الاوراش ان داك الشيء اللي حقق داك الشيء اللي بنى تما، واخا كان كيمشي كيجيب كانت واحد الناس كيجيبوا مثلا المواد ديال البناء ديال الاغنياء كان كيجيبها، ما كانش عنده ما يكفي في الميزانيه باش يصوب داك الشيء، باش يصوب يحقق داك الشيء كان كيصيفط ناس يجيبوا الكرافيي ويجيبوا السيما ويجيبوا الحديد وكيبني كيبني كيبني، تعرض المدرسه واحد المدرسه نموذجيه، بحيث ان حتى الامريكان جاوا لتما اندهشوا يعني بدون ادعاء كانت احسن مدرسه ديال ضباط الصف على الصعيد الافريقي رضا منا، هذا هو عبابو. اذا كان مهياب وكان كل شيء يخشاه، لا ضباط لا ضباط الصف لا كل شيء، ما كيعرفش سميتو ولا يعترف باحد، ايوا هادشي اللي كاين. حنا اغتنمنا هذيك الفرصه في هرمومو وبقينا تعطينا القرايه، كنقراو القصه كنكتبو كنديرو لان ما كاين ما يدار في هرمومو، كنا كنسميوها كان تما غير الغراب، مدينه الغراب، وكان الغراب كيقتات من ديك الشيء ديال المدرسه، وهذوك الدوار هذاك الفيلاج ديال هرمومو كان عايش مع المدرسه، كان كلهم عايشين مع المدرسه، وخلينا ذكرى طيبه هنا بزاف ديال الناس في هرمومو، عائلات كبيرة يعني برهنت على المودة ديالها من تقبطنا في السجن. أنا أغتنم هذه الفرصة باش نقول واحد السيد كان عنده واحد الحانوت كبير كان كيكريدي العسكر سميتو أبارودي، قيل الله إلا مات الله يرحمه ولده، كان تخرج طبيب وتلقيته واحد النهار وشكرني لان ذكرت باه بخير، لان باه نهار من وقع الانقلاب جا زار سميتو قال لهم الله يسامح في ديك الكريدي كامل العسكر الله يسامح فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.